معنا حول هذا الموضوع الإعلامي السوري جهاد عدلة. أرحب بك. أرحب بك أستاذ جهاد. فتح الشام اعتبرت أنه لا يملك أحد الحق في اختيار مصير البلد وتنتقد محادثات أستانا. برأيك ما الذي قد تريده فتح الشام في هذا الوقت الحساس من هذا البيان؟ طبعا شكرا لك أستاذ مؤمن وشكرا للقناة على الاستضافة. فقط للتصحيح المنهجي، البيان أنا قرأت بيان فتح الشام بخصوص مفاوضات الأستانة، هي لم تقل بأنها تنتقد من يتحكم بمصير البلد أو إلى آخره. البيان كان مؤلفا من 5 نقاط، وفيه طرح رأه بعض المراقبين أنه يمهد لنقطة التواصل مع باقي الفصائل السورية، عندما قالت في الفقرة الرابعة، قالت إن المفاوضات الأستانة حق لا يمتلكه فصيل بعينه، بمعنى أنها تعترف من حيث المبدأ بمفاوضات الأستانة أو من حيث المبدأ بالتفاوض مع العدو، ولكن هذا التفاوض حق لا يملكه فصيل أو 2 أو 3، وإنما عبارة عن يكون عن يجب أن يمثله رأي جامع بين مختلف الفصائل العسكرية. وهذا برأيي الشخصي تطور إذا أردنا أن نقرأه بعيدا عن حالة الاستقطاب والاصطفاف الحادة التي أفرزها مؤتمر الأستانة في الفترة الأخيرة. يعني أنا أرى بأنه تطور ورؤية يعني فيها شيء من البراغماتية يمكن أن نبني عليها في تحصين الموقف الداخلي للفصائل بعيدا عن أي اصطفاف واستقطاب حاد في المرحلة الحالية. نعم أستاذ جهاد، يعني ما الخطوة التي يمكن أن تقوم بها جبهة فتح الشام مع التنويه لما أشرت إليه أنت وتلميح إلى الاندماج أو التلاحم أكثر مع الثوار، يعني وضرورة أن يكون القرار بين جميع الفصائل المقاتلة سواء كانت موسومة بالإرهاب أم لا؟ نعم، فيما يتعلق في موضوع المرحلة ما يمكن أن تقوم به فتح الشام في المرحلة المقبلة، في الواقع بعيدة سقوط حلب، ولا أحبذ هذه الكلمة لكنها أمر واقع، بعيدة سقوط حلب بقبضة النظام والميليشيات الإيرانية، قامت محاولات جادة وحقيقية بين مختلف الفصائل بمن فيها فتح الشام وأحرار الشام وجيش الإسلام وفصائل الجيش الحر، قامت خطوات حقيقية لرأب الصدع بين هذه الفصائل ولإنشاء جسم موحد يتم في بموجبه تقاسم السلطات بين رؤساء هذه أو قادة هذه الفصائل. لكن بعض يعني دعني أكون صريح يعني مع المشاهد السوري كي يكون على بينة من الأمر، بعض الشرعيين، بعض المشايخ، بعض ممن يعني يغلبون منطق منهج إسلامي معين على منهج إسلامي آخر رفضوا هذه الخطوة وحاولوا أن يفسدوا هذا الالتحام الفصائل، ورأوا فيه أن دخول فتح الشام على هذا الالتحام وعلى هذا الاندماج قد يضر بالثورة السورية. لكننا الآن أمام واقع وسيناريو مختلف بأن هناك محاولات لعزل فتح الشام، وبرأيي الشخصي أن هذا قد يضر أكثر مما لو كانت فتح الشام انضمت إلى حلف يجمع سائر الفصائل. لكن دعنا نترقب، يعني البيان لا. يجب أن نقرأه بعين بصيرة وبموضوعية، البيان فيه من الإيجابيات ما قد يبنى عليه مع فتح الشام. شكرا جزيلا لك الإعلامي السوري جهاد عدلة.